يعني العنوان هنا لإمام المغنين لبني كورح على الجواب ترنيمة. الجواب والقرار يفهموها بتوع المزيكا، الجواب هي الطبقة العالية والقرار الطبقة الواطية. فالجواب كأنه بيقول بعلو حسي، هقول بصوت عالي قوي، هقول بنغمة عالية قوي، هتقول ايه؟ يلا قوله. هيقول ايه؟ الله لنا ملجأ وقوة. شوفوا البداية، تعزي تعزي، يعني الأحداث صوتها عالي، بس أنا هقول بصوت أعلى إنه الله ليه ملجأ وقوة. إبليس شانن حروب على الأشخاص، صح ولا أنا غلطان؟ وعلى البيوت، على البيوت عايز يفرتك البيت، بس الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. بصوا مشهد تاني بقى خالص، بعيد عن الدوشة دي، في مشهد تاني خالص. إيه المشهد التاني؟ الحضور الإلهي. لما ياخدك في حضنه النهاردة تهدأ، تطمئن، لأنه يوجد رجاء. يلا قولوا معايا، مش بحر بقى، لكن إيه؟ نهر، نهر ما فيهوش موجة. العملية مش ناقصة موجة، مش ناقصة دوشة. نهر سوقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. يلا قولوا معايا، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال. إيه رأيكم نصلي الآية دي؟ يلا غمض عينك، قول أنت في وسط بيتي، في وسط حياتي، تجعل تفاهم بيني ما بين الولاد يا رب، تجعل تفاهم بيني ما بين شريك الحياة، أنت في وسطها فلن تتزعزع، لن تتزعزع، لأنها مبنية ومتأسسة على صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام. علي صوتك النهاردة وقول الله لنا ملجأ. علي صوتك النهاردة وقول الله في وسطها. علي صوتك النهاردة وقول لا أتزعزع باسم يسوع، حتى إن كان حروب العدو كثيرة لا أتزعزع، مش لأني شاطر وعندي خبرة في الإيمان، لا، لأنه ولي حي. لأنه ولي حي. ارفع ايدك كده على بيتك وعلى حياتك، قول إلهي حي، إلهي حي، حتى إن كانت الضغوط كثيرة لكن أنت في وسطها، فلن، مش فلا، فلن تتزعزع، حتى وإن كان في موجة ورا موجة، لكن الرب ياخدك النهاردة في حضنه، فتشعر بالهدوء والسكينة. بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه. بني كورح اختبروا وعرفوا إلههم، ما اتبعوش أهليهم وطبيعة أهليهم، لكن اتبعوا إلههم، قالوا له احنا ملناش حد، انت ملجأنا، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك ولا من بيتك. خيمتك يقصد البيت، خيمتك. أنا بصدق في حضورك النهاردة،
بصدق في سيادتك،